إلا بعدتي على الصداع والتبرزيط وطفيتي الضو درتي الكيت غتكون درتي خير فراسك. مشيني فاش كيحس بنادم بالموت قريب عليه الكتاب حياته كيفتحو قدامك، ماشي الخاطر حيت باش يفلت من الموت يقدر يساكري فيه بأي حاجة في الطريق. كيصيفط لك النودز دالفعايل الاكستريم دالقوادة اللي دار باش تحن عليه وتقول ليه شكرا على الإجابة، دابا تقدر تمشي في حالك. المحامي اللي كنت كنقول الباك جراوند ديالو غادي يخليه يطلع من البارة ديال الزعت كيف موالف كيدير في المحكمة دار العكس. مع سولتو على الطبيب جاوبني بسميتو بلا ما يجري معايا في لابيرانت وانا تابعو. نقدر نفهم هاد اللعيبة حيت الكونتكست مبدل، في المحكمة كيعلق العشرة مورا ظهرو، ولكن هنا ما يقدرش يلعب كيف بغى حيت انا مول البالون ومو البالون اللي كيحكمها، وفوق مارش قاتله كيحرمها. الخوف لا تغا عليه كيهزك الماء. خونا ما قدرتش نكلاصي حتى فوزن الدبانة، ماشي بحال البزناس اللي لعب معايا شوية ديال البراد فارق قبل ما يرخي الصمتة. قال لي المحامي طبيب سميتو العمراني كين في نفس الإمام اللي عندي فيه البيرو، وراه البزنس هو اللي دار معاه، انا ما شفتو ما دويت معاه، خدمتي كمحامي درتها ما زدت عليها والو. شوف دابا السؤال اللي سولته هو شكون هو الطبيب، جاوبني عليه مزيان، ولكن مورا الجواب زاد قوامه باش يقول لي بلي راه ما دار لا بايديه ولا برجليه في هاد لافير. مازال حتى ما دخلت معاه في الدق الصحيح، كانت خايلة دخينا كون شاف الماتيريال اللي كان في الخربة محالي بقى قادر يطلع حتى النفس. الحاجة اللي كانت تبازع عليها هي كلام البزناس حيت دوزتو من عين البرا. من نهار عرفت شكون نسج خيوط الكفن اللي وسطو لوا واختي ما بقاش كيهمني كيفاش وقع هادشي، المهم هو عرفت موالي الفعلة. البارتية الثانية ديال جواب المحامي كيطاقي بها على راسو، عند بالو راني ما جايب للدنيا خبار. خليتو يدرب ليني وقلت ليه انا عارف كنت ما داير والو، ولكن علاش بقيتي ساكت هاد الوقت كامل وما فرشتي لا البزناس لا الطبيب؟ قال لي ما نقدرش، راه كان البزناس كيهددني الا خرجت الهضره يضيعني في حياتي، وانا غير درويش ما قاد على مشاكل. ما عرفتش علاش، ولكن كيعجبني نسرح بنادم اللي كنكون عارفو كيكذب. كنزيد نلعب ليه فوق القامد السرحه. قلت ليه هذيك البنت راها اختي، الا كنتي انت بلاصتي شنو غادير مع هذوك الجوج؟ وباش نحطك وسط الفيلم، راها انت حرات بسبب داكشي اللي جرى، لا ما كانتش فراسك. سير على الله قول لي شنو كيبان لك. قال لي وانهز كفوفي للسما ونطلب ربي ياخذ لي حقي، راه الله ما كيضيعش حق المظلوم. قلت ليه وبين فيك مومنا معلم وبلاتي نزيرك، قول لي المغرب شحال فيه من ركعه؟ قال لي ثلاثة جوج بالجهر وحده بالسر، الحمد لله ما كتفوتني حتى صاله. قلت ليه ما عليكش،
نزيدك سؤال واحد ونطبع عليك الكاشة ديال الإيمان. واسمعني مزيان، البيدوفيليا شحال فيها من ركعة؟ فاش سمع السؤال بفهم التاوزة، وجهو ما عارفين اكسبريسيون زيد للقدام. وهذا الشيء كيوقع فاش كتصدم بنادم بشي حاجة ما كيكونش كيتسناها، وعند بالو دافنها وباني على بيراميد كبر من ديال الجيزة. كتجي نتا كتريب ليه كل شي في دقة واحدة، وكتجبد ليه وسخو من القبر. المحامي اللي كان كيصحاب لي غادي يطلع لبارا ويفوت صول قود ما نطلع مفضي، سكاتو خلا الوقت توقع عليه واحد ديستورسيون حتى ما عرفت شحال المدة اللي دازت. عاد قال لي علاش كدوي؟ قلت ليه ودابا بيناتنا علاش كنتي كتجيب بنات اللي سيو الكوليج تزيد ليهم السوايع في الدروا بوزيتيف، ولا تزيد ليهم شي حاجة اخرى؟ الرون الثاني ديال السكات بدا، والسكوت علامات الوحلة. كنحس بدماغه تساتورة في هاد اللحظة، شنو الكلام اللي يقدر يختار باش يحط نقيطة بيضاء في لوحاك حلة؟ هاد اللعيبة كتلقى الايكو ديالها في الصغر، فاش ما كتكونش حافظ والبروف كيسولك علاش ما حفظتيش وكتبقى ساكت، حيت السبات اللي تقدر تقول لي قاضيتيهم من قبل وقتلتي نصف الفاميلة، زدت حكيت الخونة على الضبرة وما فوتش لي هاد السؤال. قلت ليه جاوب، مالك سكتي؟ راك زعما محامي خصك تكون كتعطيس ليا البلابلا ولا لا؟ بدا كيقمقم تما ومرصات لي ودني على برشي كلمة. قلت ليه شنو كتقولها بنادم؟ تقاد عليك الجهد ولا؟ قال لي الله يسمح لينا تا زين ما خطاتو الاولى. قلت لي اينا زين عند جد والدي امك كدوي معايا بالمثال تيصحاب لك الركبو بكدي قالت اكسيون ولا شنو؟ كتعرف غير تبروفيتي من حالة بنادم سوا نقصان في الفلوس سوا في العقل. شنو داك البنات الصغار؟ واش دير امك عندك قلوه بلاصه الدماغ ولا كيفاش بلانك؟ واش فراسك شحال من حياه خرجتي عليها البيرفير اللي ولدك؟ عندك شي ميزان كتحط في كفته وفعالك واش صالحين ولا لا، ولا غير مدرم في هاد الدنيا الله يرشقات لك عليها كطحنا؟ بدا كيدم عليه هنا. قلت لي علاش كاتبكي؟ دابا عاد جاتك على قالتك تغنيا ندامتي وما لقلبيتي إن زاد قوة عليا الحزان، فراسك بقيتي فيا وغادي نطلقك تمشي في حالك. وقفت مورا ظهرو وعند بالو غادي نفك ليه وتاقو، جبت السكوتشا من الساكادو لويتالي على فمو باش ندوزو للشابيتر التاني من الفاصافاص، وحيت غواتو يقدر يخلق مشكل هنا ويجمع علينا أصحاب الحال. فسدينا السورس وتهنينا. قلت ليه ودابا ارتاح، ما باقيش تفكر في شنو غادي تقول، حيت ما بقى عندي ما ندير بشنو غادي تصرفو كلام من داك الطارو عندك. عطيني عاودنيك صافي، عندي ليك جوج خبارات، واحد زوين والتاني خايب، باش بغيتي نبدا عليك الاول ولا الثاني؟ اسمح لي نسيت ما غاديش تقدر تدوي، انا غنختار بلاصتك. نبدا ليك بالزوين، هو ماشي شي زوين ولكن الا قارنتيه بالثاني اللي مكفس غادي يجيك الاول زوين. فالبريكين نيوز اخويا العزيز، هو البزناز الله يرحمه مسكين مات موتة ديال الصالحين، والقبر ديالو حفرتو بايدي، والدوبل سونس هنا حاضر كيف ما فهمتيها راك جبتيها لاصقه. والخبر الثاني هو غادي نصيفطك لعندو باش تونسو، راه قلت ليه تلف الوقت تما بشي لعيبه بين ما صيفط لك العشران، وراك عارف ديك وعدو الحر شنو موراها. فغير باش تمشي مرتاح هو هذاك، غادي نقول لك شنو جيت ندير هنا. حاجة وحدة اللي كنت كنقلب عليها
هي السميه ديال الطبيب، وبالخفة عرفتها وطلعت لي الميسيون تحدات. اما شنو جرى راني ديجا عارفه، داكشي اللي داز منو البزناس خلاه يفرش كلشي، وانت بغيت تسلت منا بكذبه واقفه على بوطويات مصوبين من الفرشي. جيتي تلعب معايا ضامه لقيتيني قلب الطابله قبل ما تحضر. هادي هي اللي كيسميوها عند بالو سابقك بشبر، وانت سابقو بخطوه. الشبر عندك مقضى والو على العشير. جاب لي الله بحيله خونا ما عولش على هاد الضربه تحت الحزام. فاش كنت كنفكر في البلان جاني الوحيد اللي كيستاهل التعذيب هو لبس الناس، عليها من الخربه دوزتو. اما المحامي ولا طبيب ما عندي ما نجدر بعدابهم، خلاصهم هو نقطع عليهم التيكل الجهه الاخرى. الوالد فاش كنت صغير كان ديما كيقول لي ما عمرك تسمح في حقك، الا سمحتي فيه مره واحده غادي يرطاب ظهرك وغتخلي ديما بلاصه خاويه للناس اللي كياكلوا حق عباد الله. لا ما عمرتيهاش انت، هما اللي غادي يعمروها. ما عرفت شكون كان الوالد مازال في الحياه، واش كان غادي يقبل هادشي اللي كندير ولا لا. انا كيبان لي هذا حق اختي اللي مات وما عندها كيف دير تاخذو. انا اللي كنوب عليها وعارف باللي ما عمري غادي نردها من الموت لا قتلت الناس اللي ظلموها. ماشي هذا هو الهدف ديالي اصلا، ولكن ديك النفس اللي كيطلعوا الظالمين هنا في الدنيا هي اللي كنحس بها محسوبه عليا، فالدور ديالي هو نقطعها عليهم. المحامي تبع طريق البزناس وشرول الدنيا. رباعه البواله كيحسوا بساعتهم قربات كيرخيو المسالك. قلت للمحامي غادي نعطيك وقيته صلي فيها شي ركيعات ودعي سبح هلل دبر راسك، موراها راه غادي يتقاضى الاجل ديالك. ريحت وكنتامل في المحامي ساد عينو كيبكي. شوف الخوف بالموت شنو كيدير في الناس، ومالك ما تضرب الحساب لهاد النار، كون درتيها كاع ما تكون هنا. ولكن الدنيا كتغرب نادم، حياتك دير فيها اللي بغيتي، وملقاك مع ربي ديك الساعة الحساب. ولكن دير من بنادم فراش تدوز عليه بصباطك، هاللي خليتي فيه لا مارا، هاللي بسببك حياته ضاعت. هنا دوري هو نصيفتك تحاسب الفوق بلا تعطال. فاش سالت لقيت هاد الخشوع جبت سلاح الموت، قنبة غليظة بها نقدر نخنقو ونخرج من باب واسع. ما فيا اللي جرت للدنيا بالدمايات، واخا ما كاين ما حسن من دق المصيطة على طور ما كيتفارقش معاها. جريت الكرسي بالمحامي حتى لباب البيت، شديت القنبة ولويتها لي على عنقو. الطرف الاخر دوزتو من الشريج ما صغيره فوق الباب، وبديت كنجر والمحامي كيطلع بكرسي حتى لصقت ليه راسو مع الشريج. ما حزمت القنبه مع واحد الحديده في الدروج، وبديت كنشوف خونا كيتخنق. ولات عندي الموت عاديه، وماشي غير نشوفها قدامي، ولكن حتى لا كنت انا السبب فيها. ريحت الارض حتى الدم والامانه امانته. ما عرفتش علاش، ولكن فوق ما كنقتل شي واحد كنولي نشوف الدنيا قدامي مضروبه بكوش ديال لابيراسيون كروماتيك، تباوق باللوان فايتين اللي كتلقى في الكوفر ديال شي البوم ديال البسيكيديليك. عيني سديت وراسي بين كفوفي شديت، بديت كنفتح عيني بشويه باش نشوف واش رجع لي الشوف كيف كان ولا لا. درت هاد اللعيبه شحال من مره قبل ما نحل عيني ونلقى السينيال رجع لي. جمعت الوقفه وفكيت ديك القنبه، جمعت الماتيريال وحطيت المحامي فوق الفراش. عيطت للسيمو باش يجي اللحومه ويضرب على السيكتور فاش يكون خاوي ويكونفيرمي لي باش نخرج. لبست النقاب ونضيت المسائل، عطاني السيمو الضو الخضر وخرجت. سرحت رجلي حتى لقيتو. قال لي تعطلتي يا صاحبي،
خلصت قهوة وبقيت عاصر على السربايك لاني بعيني ما طالع امتى النوض واش نضيت الشغل ولا خليتي مازال شي طريف. قلت ليه واش مريض ولا مالك شنو غادي نخلي طيما ري داك الموطور ورصني في حالي راني عيان ما فيها اللي يدوي خليتها الغدا ونقول لك شنو كاين. فاش دخلت للدار ريحت مع الوالدة شوية حيت كنغبر عليها بزاف كتبقى فيا حيت كنشبعها كدوب بورسونتاج كبير من دوك الأسئلة اللي كتسولني ها كنشير عليها باللي جات فمي وصافي. ما كرهتش نقول لها شنو كاين ولكن ما قادر نهز شي حمل تقيل وما عارف الرياكسيون ديالها كيف غاتكون. اللهم كدبة بيضة ودايزة ولا حقيقة كحلا كتشوكي. فاش مشيت لفراشي الدوغري د العيا كان طالع قلت راه غادي نتجبد في البلاصه غندوب بالنعاس ولكن عيني ما لقى ليهم النعاس منين يدوز حيت دماغي قاطع البريدج اللي بيناتهم بفكار ما كتحدش. غدا يلقاو المحامي مقتول واش يقدروا يعرفوا مول الفعله بوسيبل. نقدر نكون خليت مورايا شي حاجه ما رديتش ليها على البال تجيبهم التال عندي. ماشي هذا هو المشكل الكبير اللي مبرزتني هاد الساعة هو لاش قموني قبل ما نعفس على حياة الطبيب. ما كان بغيشني إيماجيني هاد السيناريو حيت كيبان لي هو أقوى حاجة تقدر توقع لي. غادي نحاول نزرب على هاد خونا اللي باقي لي كيفاش ما نعرف مازال دماغي مشقلب هاد الساعة ما نقدرش نفكر في شنو ندير وسط هاد لي كونديسيون المرونين. زرعت الكيتو بقيت كنتموسق لايطاد جيمس حيت صوتها كيجيب لي النعاس. طفاتني بغناها وصلحات البريدج بين عيني ونعاسي. في الصباح صونا لي الريفي كنحس بالشقيقه في راسي ما قدرت نهزو من فوق المخده ولا نوض من فراشي. قلت نخطف صويعه بين ما داز عندي السيمو بين هاد الغمضة اللي غمضت وعيات سيمو حلمها في شكل وقت قليل في لارياليتي ومجبد في الحلوم. شفت اختي لابسة الكحل وهزة في ايديها جوج ريوس ديال بنادم مشوطين الى عكس بزاف الناس اللي كيشوفوا احبابهم لابسين البيض وفي الجنة كيتنعموا. اختي هزة كل راس في ايدو كتبسم واقفة وما كتحركش. بغيت نمشي لعندها ولكن كنحس برجلي لاصقين في الارض ما قادر نحركهم. شويه كيبان لي الوالد لابس جلابه مكتوب فيها كل يدخل سوق الكاف وجوج نجمات. دوز يدو على راس اختي وجا لعندي. قلت ليه با صحاب لي متي فين كنتي هاد الوقت كامل؟ قال لي فاش تبغي تقطع الشانطي قطعو من الباساج كيف البيتلز. قلت لي هنا شانطي كدوي عليه. بقى كيشوف فيا هو ينعت لي بايدو اليسر. تلفت نشوف شنو بغا يوريني لقيت با ليبي كيتمشى وجار الشحمه ديال ودني مع الارض. رباعه ديال الفيال كتسجد لي على راسهم غانيش ديال الهنود. درت لعند الوالد نسولو شنو هادشي لقيتو كيحرك شفايفو وصوتو ما كنسمعوش. ما عرفتش واش ودني تصمك ولا بروبليم د السانكر ولا سرعه الصوت طاحوا ليها الاسهم. شدني الوالد من ايدي وداني معاه. دزنا من حدا اختي اللي دايره فحال شي ستاتو ما كتحركش. لا تخيلتي الكريستو دريو قابط راس في كل ايد غادي تكون قربتي ليماج. وصلني الوالد لواحد القبر محفور وخاوي ما مدفون فيه حد. هنا وليت قادر نسمع صوته. قال لي تكا هنا. قلت لي علاش ابا؟ قال لي انا باك غادي نبغي لك الخير تكا ما تسولنيش علاش. تخشيت في القبر على جنبي اليمن. الوالد كيحكي على التراب بالبالا وكيلوح. تيقتي فيه كتر من تيقتي في دماغي اللي كيقول لي شنو كدير هنا راه خصك تجمع الوقفه قبل ما تزرب عليك الموت.
ولكن ما قدرت، بقيت كنعاني حتى بديت كنتخنق، ومع موتي في الحلم حليت عيني في الدنيا. ديمونستراسيون خفيفة ديال الريانكارناسيون، حمد الله اللي راني مازال عايش، وعلى عكس الأذان اللي كيسمع بنادم فاش يالله كيتزاد، أنا سمعت الصوت الحماري تسيمو كيعيط لي. دخلات أمي لعندي، قلت لها الله يرحم لك الوالدين أمي، لا ما قولي لذاك بوراسي سكت عني نازل، راه يفيق الناس في الحومة. لا بغيتي تجرب التسولاجة مزيان، ما دير لا يوغا لا والو، قول غير للسيمو يجي يفيقك بداك الصوت عنده. موراها فاش يسكت غادي تحس بواحد الراحة نفسية، تقدر تكالي فيك تلعب الفينال مع صحاب النيرفانا. فلسفة ما بعد تبرزت تقدر تخليك تلقى المعنى في الهبطة ديال سيزيف فاش كتكركب ليه البوطة. نزلت لعند السيمو قبل ما نركب معاه في الموتور، قلت ليه المرة الماجية صوني في التليفون الله يحفظك، رغواتك خصو يتكلاصا بين الكوارث الطبيعية. قال لي وفين كاليام، وليت انا نجي نفيق كالعيان، دابا كتشكى عليا، انت اللي بقيتي ناشرهم حتى لهاد الساعه، شنو بغيتي ندير لك؟ لا غادي نبقى نصوني لك كل صباح، راه خصك تشري لي الروشارج ولا دير لودنيك فازلين. قلت ليه مره على شحال كيديني النعاس كتجيب بعجاجتك صاحبي، البارح كنت مسخسخ زيد على نعاسي ما بقاش كيقدني، دماغي عامر بلانات وهادشي غادي يحمقني. ما كتغمض عيني حتى كدوز شي ساعتين ولا اكثر على راسي فوق المخدة. قال لي عندي ليك الحل، اضرب جوان واحد قبل ما تحط الراس، غادي هبط مالك النوم شخصيا ينعسك بيلانتي وبوطو خاوي على ما بغيتيش تقب الشبكة. سخوت الوالدين هذا، باشريها لي مع الوالدة، والريحة السلفايم شنو غادي نديرو فيها؟ قال لي واكمي في الشرجم، ما تخاف من والو، اصلا امك كتنعس بكريمة غادي ما تجيب. شي صحاب ديال امك نعاسة تقيل في حالك ابو راس، راك تشيرتي نتا هانزا. قال لي ها انت دير واحد البلان، جيبات عندي اليوم امي في العروبية ما كيناش، انشدو السون وجرب اللعيبة اللي قلت لك، صدقات راك فوق السلوكيات، ما صدقات راه اعطى الله باش موجود الخير. مشينا داك الصباح للمارشي بعنا وشرينا كيف العادة، عاودت للسيمو شنو وقع لي مع المحامي وكيف طفيت ليه روحه بلا ما نسيل نقيطة ديال الدم. قال لي جات وقت الخمارية، قلت لي واش باغي تعنب على ظهري ولا كيفاش؟ لا توحشي ديك خيتي سير قصدها ديريكت بلا ما ديرني طريق الله يحفظك، راه ماشي لعب الدراري هذا، تقول لها شنو جرى البزنس سخف ليك وماشي بعيد تشريها لينا، انت براسك راه خصك ترجع للور، بقى الطبيب وانا اللي غادي نتكلف به راسي. خرج هاد السوق السيمو، راه ما باغيش نقدمك معايا لو وقعت شي حاجة، يكفي الوقفة اللي درتي معايا، سهلتي عليا بزاف ديال اللعيبات اللي كنت غادي نعاني باش نوصل ليهم كون كنت لعبها صولو. قال لي تريح من ديك التباتة، شنو باغي دير لي الصابونة زعما؟ راه ما غاديش نفوت كاتهن، واخا تبقى تخطب عليا من دابا حتى الغدا. ما عرفتش علاش راسو قاصح حتى لهاد الدرجة. قلت ليه شوف راه اليوم غادي يلقاو المحامي، ولا لقاوه راه ماشي بعيد يلقاو اللي صفاه، البزناس خدينا فيه وقتنا قبل ما نشقموه حيت ما كان تابعنا والو، والمحامي تا هو بخاطرنا وجدنا ليه حيت البزناس في الخربة مدفون وما كاينه جدا اللي تقدر تفرتك لينا الشغل، ولكن دابا المحامي في دارو وطوموبيلته في بابو، الو الو ما كيجاوبش وما جاش للبيرو، فين غادي يكون؟ لوجيك سامبل، وهنا غادي يطيحوا عليه مصفي، روحوا من الكسدام غير بلا. داكشي علاش الطبيب وقتي ليه خصو يكون بحدود،
حيت أي حاجة تقدر توقع وما بغيتش نكون فيكتيم ديال الوقت ولا تكون قريب لي باش العافية اللي تحرقني ما تقيسكش. قال لي سيمو واش دابا خايف عليا أنا ولا خايف لا نخرج لك على بلانك؟ قلت ليه فهمتك الله روبا صاحبي، راه لا قدر الله وحصلت ما باغيش نزيد همك على همي. قبل ما نكمل هضرتي مع سيمو وقف علينا مول الخربة قطب الزمان وشيخ الطريقة البرقاقية بالهيبي قدس الله سره. هذه أول مرة كيجي لعندنا المارشي، ما عمرو حط عندنا رجلو، فوق ما كيوصل راس الشهر كنهبط ليه فلوس وتال عنده. الله يسمعنا أخبار الخير. من مور السلام قال لي جيت لعندك ولدي حيت واقف على الخربة، الشهر بقات ليه 3 أيام، قلت نديرها ليك فراسك باش مورا الخلاص تحط لي زوارتي. سيمو سمع هادشي اللي تقال بدا كيدور في عينيه، حيت وقف على هضرتي اللي قلت ليه هادي جوج سيمانات. نهار صلحنا الخربة قلت ليه راه في الراس ده هاد الشهر غادي نطلقوها، ولكن راه يقدر بالهيبي يجي يديها حيت غادي يسمع الخربة تصلحات غادي يحمر فيها. وداكشي اللي وقع، فملي جات عنده مزيانة، ولكن ما خصنيش نبين ليه باللي راني فرحان لهاد اللعيبة، بالعكس قلت ليه وعلاش خليتي حتى صلحتها عاد جيتي ليها؟ ديك الساعة قول لي محتاجة وما غاديش نحط فيها ايدي. نقز السيمو وزاد فيخرات، قال ليه ماشي في عائلة هادو با الهيبي، كانتي صحاب لينا كارين عند بانا جيتي ضربتي لنا كل شي في زيرو. قال لي نبا الهيبي راه ضاقت عليا الدار وما بقى عندي فين نحط الخزين، سمحوا لي الله يرضي عليكم اميدي. مشى با الهيبي وقال لي سيمو اليوم نبدل دير ما ديك الساقطة ديال البرتوش باش يرجع داك ولدو يكرطن في الخلوي، وباش نخرجو منو فلوس الكرا اللي خلصنا عليه غادي نشريها ليه مع باه. شي نهار ندوز عند با الهيبي المحل ونقول ليه أولدك راه كيشفر السوار ديال الخربة وكيطلع يضرب ماتشات بالليل بلا خبارك. قلت ليه بلاش عليك خليه يدبر راسو وما تشريها لي ما يشريها عليك. فاش وصلت وقيت هاد الغدا كلها مشى في حالو، درت مع السيمو اليوم نجي نبات عنده، مو ما كايناش وخديت معاه رونديفو باش يداويني من المشكل ديال النعاس. في العشية طلعت للخربة وفوق ما كنمشي ليها دماغي كيلوح سنارة الفلاش باك، الحياة شهادة على حق المظلوم نهار تخاد، شهادة النجوم بالسقف مستورة والأرض شاربة دم الكسدة المحفورة، واش غادي يجي شي نهار وغادي يجبدو العظام المدفونة؟ سؤال جوابه في المكتاب، رقم صفحته ضعيف ولا صحيح تحت ما داري. الخربة بدلات اللوك ولكن سري ما عمرها تنساه، الماتيريال ديال التعذيب تا هو حفرنا ليه قبر ولحناه، اللي صنع ديك الماسيطة النهار الاول لو وصلاتو الخبار بلي صنعت يدو بيها طفات حياة بنادم واش كان غادي يصوبها ولا لا؟ هاد القضية ماشي ديال بالا وحدة في التفكير، ولكن خاص تحفر عليها مزيان حيت غادي تدخل في شي مسائل أخلاقية معقدة، وأحسن حاجة تقدر تدير هي تكون عندك بلد الحفير كبير وشي فاس تهرس بيه الأفكار الجامدة، حطهم في ميزان علاقته بيرسيبسيون وعلى كفا قيمتهم، لمال تكفى هاد الأفكار بتطلع علاقة ماشي الميزان، وشوف واش ديما غتبقى تميل ولا غير خصك تبدل منين كتشوف وخلاص. ما عرفتش لاش دخلت في هاد الديطاي، المفروض نعود ليكم على باش كنحس فاش كنحط رجلي في الخربة. فيلينغ تيكستشور ديالو معقدة وراجع لداكشي اللي داز هنا واللي ما عمري تخيلت راسي غادي نديرو، حيت ما عمر طاح لي في بالي شي نهار حياتي غتخربق لهاد الدرجة. بنادم كيكون عايش حياته عادي
وسيناريو بحال هذا اللي داخل في الكادر ديال الشذوذ صعيب يطيح لك على البال. ناس كتعيش وكتموت ونسبة قليلة اللي تقدر تقصح بها الدوغري. شنو غدير لكن جيب بلاصتي؟ جوابك بالعقل غتفكر فيه، واللي قدر يكون طافي نهار طيح في اللي طحت فيه. تعيا ما تحلل وتدور فيها من قاع الجواية، ولكن تحد ما داري بالقلب وشنو هاز فيه. واخا تبقى توصف في الحال بالكلام، كتبقى متلا من ذهب كتلخص هاد الفكرة. ما حاس بالمزود غير اللي مضروب به. جا عندي سيمون الخربة بواحد الهوندا، وخوينا داكشي اللي باقي باش ما نخليو فيه والو. قال لي اما عطلتش خونا، راه بدلت السقطة ديال البرتوش، عيسالي الشهر غادي نطلقو ديك الكرية. قلت ليه وحاقد على نبيل صاحبي، زربتي عليها الزربه شنو دار ليك؟ قال لي وماشي هو ابا اللي فيه شي بلانات كيكعيو، ياك غادي نخرجوا من الخربه ايوا صافي مشينيك في اتساع بلا ما نبقاو نخلصوا برتوش على ودو. فاش هبطنا في حالنا كل قصد دارهم، في الليل تلاحيت عند سيمو، دقيت حلي الباب ودخلت، كنلقى الطاسه والعشو فوق الطابله، والواعره هي مع واحد خيتي. ما علمني ما قال لي شنو تحت راسه. سلام سلام، جريته للكوزينه، قلت ليه واش تصوطاو ليك السلوكه ولا مالك؟ علمني ديك الساعه بلا ما نجي كون بقيت في الدار. قال لي واش ما عرفتيش شكون هذيك؟ راه الخماريه اللي كنعاود لك عليها، مشيت للمحل ديال داكشي ديال العشوب وخد نجال اللي كانت كتقابلو، لقيتها مازالة تما. عرفتي فاش شافتني شنو دارت ولا؟ ترى خوك طياح ديما كنقولها عليك. عرفتي مع الشوفه اللي شافني طلقات واحد القرعه ديال ارغان كانت شاده في ايديها وسخفات. قلت ليها وراك طيحتها بالمعقول نيت، عندك تقول لي راك عاودتي لها داكشي اللي بيناتنا؟ قال لي لا ما تخافش، ريح معانا بان لك فيها البلان تقدر تفيدنا، قول لها شنو كاين، ما بانش لك فيها بناقص. قلت ليه راه ما غاديش نبات، غادي نرجع في حالي نخليكم بخاطركم. قال لي اودي غير ريح نشدو السون، فاش بغيت تمشي للدار نصيفطك مقاد مجواني، ادخل سير ديرك تخشى في الفراش، نصيحة من وزارة العشبة. رجعنا للصالة وريحنا. لا شفتي الخمار يا ما ضربش توني؟ ما تقولش هاد خيتي كدير الخمار، ولا نطقات كتزيد تكونفيرمي ليك هاد الفكرة. ارتباط ديال اللبس بشنو كاين في الراس من الحوايج اللي كتباز عليهم لا شفتي بنادم من بعيد، ولكن تقدر تكون عورتيها وكلاصيتي بنادم في شي مجرمة ديالوش، حاجة كنديروها ديما بلا ما نحسو، كتسركل في الزنقة وكتعمر المجورة على حساب الحطة. بلايند سبوت كيريطنا بلا هوانا. نطق سيمو قال لي فراسك شنو وقع نهار حصلني خوها؟ عاودي لي راه مهدي ماشي صاحبي راه خويا. تبسمات ختنا وقالت ومنين غدا نبدا ليكم؟ داك النهار ما عمرو يتنسالي، فاش هرب سيمو شدني خويا من الخنيعصه، تيقول لي زيدي قدامي وريني فين كايسكن. كنقول لي والله ما عارفها فين. قطع لي شعري ومنع عليا الخروج. داز شي سيمانه هكاك باركه في بيتي ما عليا ما بيا، حتى دخل بدا كيلوح لي حوايجي على برا، جرى عليا. رجعت للمحل اللي كنت خدامه فيه، لقيت بلاصتي مازال موجوده، كريت مع واحد البنت صاحبتي، ومن داك النهار ما بقيت عتبت باب دار الوالدين. يمكن غادي تقول مع راسك هادي دايره الخمار وشوف شنو كدير، غادي نقول لك الخمار ما درتوش، خويا اللي بزو عليا
مي توفات نهار تزاديت، وبا رباني احسن تربيه ما خلاني مخصوصه من والو. نهار توفى بقيت غير انا وخويا في الدار، هو اللي ولا مسؤول عليا. جات واحد الوقت اللي التزم فيها وهنا بداو المشاكل. ما تديريش، ما تفعليش، لبسي هادي ما تلبسيش هادي. حتى الواحد النهار كندخل للدار كنلقاه قطع لي حوايجي كاملين، قال لي من اليوم غدا تولي تلبسي غير الخمار، السراول وداك العجب اللي كنتي كتلبسي نسايه. كون لقيت الجهد ديك الساعه كون هربت من الدار، ولكن خفت لا نزيد فوق مشكل بزاف د المشاكل. صبرت وقلت غدا نمثل قدامه، وداكشي اللي وليت كندير ولا تيعرف عليا غير داكشي اللي باغاه يعرف. اما داكشي اللي مخبي مطالع به غير الله، هو براسو كيعيا ما ينظرو في الليل كيتفرج في البورنو. بنادم ما مصالحش مع ذاتو وكيوري للناس شنو يديرو، علاش ما يداش كل واحد فراسو وربي اللي غادي يحاسب. مالنا على هاد الشبوقات كاملين؟ بنت لي الخمارية غرغرات، قلت لها شوف شي لبزتي على شي واحد شي حاجة ما مقتنعش بيها راك تردو غير منافق، في حضورك راه معاك وفي غيابك راه مع غانا. واش تبغي بنادم ينافقك ولا يكون معاك على طبيعته؟ ايوا رخيص صمدة وقارع الفكار، ماشي تفرضهم على الناس. داكشي اللي دار خوك غير شوية من بزاف. اللي كتكون عنده السلطة كيحاول يطراسي التيران للناس اللي تحتيدو، عند بالو مطلع الصور وما يمكنش تنقزو، ولكن حفراس غيرها فيه تخليك تقضي الغارات. فاش ترجع رد البريك لبلاصو وما غيدي ما يجيب. هاد الزكار كيخليك ديفلوبي واحد الكوتي ديال القوالب، ارسنال ديال الكذوب ما كيتقاداش، ما كاين اللي خرج عليك قداد الخراي ديال السيمو. تقشيره ديال المعلم ما نسيتيهاش واللي قات ناسيهم. قال لي السيمو ترى عرفتي يكون شقمني داك النار كندوز عليا بشي جنويه، انفعوني يا رجليه، ما كون راني مدفون في شي قبر في ديك الروضه المشعكه. عرفتي المره الجايه الا مشينا ديو معنا الطوندوز يبان لي هو اللي ينفعنا تما. ناط الخمارية توجد العشاء وبقيت مريح انا والسيمو. تيقول لي عاود لي البلانه صاحبي، راه والله حتى تبغي تعاونك. قلت ليه واش البنت مقاتله مع الدنيا نزيدها فوق همها همي؟ خلي السيده ترونكيل راه فيها اللي كافيها صاحبي. فاش وجد العشاء قصينا وعاودت لينا ديك خيتي بزاف ديال البلانات كانت كديرهم، منهم واحد خينا سعودي كانت غادا تزوج به. هي ما كانت غادا تزوج به ولكن ريطاتو بهاد البلان. خونا السعودي مزوج 4 ديال العيالات، 3 كيخليهم ديما معاه، الرابعه كيبدلها فوق مارش قاتلي حلالا طيبه. ختنا عرفات باللي غادا تكون نمره في الليسته ديال السعودي، يتزوجها يتربى 6 شهور عام لا طول ومن بعد يسوسه. فهي كانت واعية بهاد القضية، عليها ساست لي الجيوب قبل ما يكون لا زواج لا والو. حتى من الصداق كنصيفطو لها حتى للمغرب، ضربات لي في الطوطال شي 7-8 المليون. نهار قال ليها راه غادي نجي للمغرب قطعت عليه الماء والضو، وهي صراحة سرو على داكشي اللي كيدير يستاهل ما كتر. وصلت الوقيته ديال العشبة وطلق لينا السيمو جيروزاليم ديال الفا بلوندي، بوكلاها وبقات كتعاود. لا ركزتي مع داك اللين ديال الباص غادي يشيرك بلا ما تكون ضارب شي لعبه. جبت السيمو العده وبدا كيلف وكيدور لينا، تبخرات الدنيا وما بقيت عاقل على شحال من جوان ضربنا. كنحس بدماغي خفيف، فمي محلول ما بقاش بغا يتسد لي. كنشطحو انا والسيمو بحال شي حماق، حتى حركه ما مقاده. الخماريه هاربه علينا، بقينا كنتفرجوا فيها.
لرمشتي كتحس بشي حاجة ضاعت لك من حياتك. بلي سيمو بدا كيلوح يدو على ختنا، قلت اديالو وقيتها فاش نتحرك في حالي. خليتو مهبط في تيزين تيشكا ديال الدروج. بهاد الحالة ديالي غادي خصك ماتيريال ديال لي سكالاد باش تنزل الارض بصحتك. مور ما هبطت بسلام شديت الطريق للدار. مشيتي كنحس بها تبدلات، نصي الفوقاني راجع اللور ونصي التحتاني سابقني. عيني كنحس بهم تعسلو، لا قارنتي السرعة كيفاش كيتسدو مع السرعة كيفاش كيتحلو. غادي تلقى الاخرة تقل من الاولى بزاف. كنخطوي وكندندن مع الديسك ديال بلوندي اللي انجيكتا لي باص ما كيتنساش. وصلت للدار وميسيون جديدة في الدروج خاص ندوزها. طلع صعب من الهبطة، كل شيء تأمبليفيا ولا كيبان لي بحيلة غادي نطلع في توبقال. ريحت في الدريجة لتحت بين ما ارتاحيت. البولة محروقة والظلمة كتزيد لي في الهلاوس دوزات. فاش بغيت نوض ما قدرتش، طلعت كنحبو. بزاف على الجوانات هادشي، وخا يكون فاتخ لينا الراسطة ديال البوب ما غاديش يدير لينا هاد الحالة. دخلت ديريكت لفراشي وتكيت. ما عقلت على راسي حتى فيقاتني الوالدة مع الطناش. لا السيمو داز ولا الريفيسونا. قلبت على التليفون لقيتهم شي يرجيت الباب. ما عرفت واش طاح لي البارح فاش دخلت ولا زوعت وفاش صونا الريفي بلا ما نعقل. سيمو ما بانش، ما سولتش عليه امي، ولكن راه باينه صوتهم كلاسي دوزيام مورا النفخات الصور. كون عيط لي كون فقت انا وصحاب القبور. فاش فطرت خرجت عوال نمشي نشوف الطبيب اللي باقي لي. نعرف اين ايطاج في ديك العماره كاين ونفكر ليه في بلانو. ما حليت الباب لقيت ولد با الهيبي مريح في العتبه. قلت ليه نبيل بخير كلشي مزيان؟ قال لي قوتوها معايا انت والسيمو. غادي البارح بواحد الساطه ناشط فرحان ليله زاهيه كنخشي الساروت في الباب ما كيدورش. ويلي شنو هاد الاخر؟ قلت نقضي بالكارتون ساعه. ديك بنادم اللي معايا مبعصة قالت لي الغابة لا صافي صيفتها بحالة. طلعت للدار قلت نكمل بشي فيديوهات ديال البورنو، لقيت الكونيكسيون سالات لي حتى الواليد مفيكسي الطبصيل في النايلزات. ما عندك كيف تلقى شي تيتيزا في ديك الساتيليت؟ ما كاينه الكوفرات. شنو دابا ديروا معايا شي حل ولا والو؟ قلت ليه وا خويا شفتك هرفتي علينا انت، واش كتسالنا شي وزه جاي مصدع عليك الرهينه؟ درنا معاك زوين الله يجعل البركه، شنو مازال باغي؟ راه الخربه غادي نطلقوها في راس الشهر، وديك الساعه رجع شفر لباك السوارت كيف كنتي كدير. وحاجه اخرى نقولها لك، راه الا مشيتي تقربتي لجهه سيمو راه تشري لراسك الصداع. راه ماشي بعيد يفرشك مع باك. انا قلت لك خليك لاعبه مستور ودخل ديك السنطيحه شويه، ما تبقاش مزيدة القدام راه هي اللي غادا تخرج عليك. شاف التعيا وقال لي الله يرحم لك الوالدين مهدي، ما باقيش غادي ندور بيكم. اقول للسيمو ما يوصلش الوالد لا يصدق جاري عليا من الدار. قلت ليه وانت موالف بالكراطن؟ لا جرى عليك بلا يبي ما تلقاش مشكل في شنو توسد كاع. قال لي ترى الكريطنات كنقضيو فيهم الغرض ماشي كننعس فيهم. الله يهديك هضر معايا الله يتوب عليك، الا شرالي غادي نقود مع السوايع. مشيت في حالي وخليت نبيل كاعي وهي خايبه تكون جاي فرحان كلشي هو هذاك، حتى كتلقى الساروت اللي عندك ما بقى صالح لوالو. مشيت للعمار اللي فيها البيرو ديال المحامي والكابينه ديال الطبيب. لقيت الصطافات ديال البوليس فم الباب. ما بانش لي جايباهم شي حاجه من غير المحامي. ما كرهتش نعرف لا ياش واصلين ولكن ما عنديش كيفاش. قلبت على الكابينه ديال الطبيب لقيتو في الايطاج العاشر. دخلت لقيت الناس شاده النوبه. عيطات لي ديك خيتي اللي في الريسبسيون سولاتني واش عندك رونديفو مع الطبيب.
قلت ليها لا قيديني. قالت لي راه اليوم عامر وغدا تا هو. قلت ليها صافي بعد غدا نرجع ماشي مشكل. قالت لي راه الطبيب غادي يكون برا المغرب، رجع من هنا ل 15 يوم. خرج في حالي طالع لي الدم. اش من 15 يوم واش هادي مرضات ولا مالها؟ ما غاديش نقدر نتسنى هاد الوقت كامل. كل نهار كيدوز كنقول راه البوليس يقدروا يقفوا عليا في اي لحظه. بقيت مريح في الدروج حتى سال السيرفيس، بغيت غير نشوف الكماره ديال الطبيب. مع خرج جات عيني في عينه، قال لي السلام. قلت له وعليكم السلام. في خاطري قلت لي دابا تشوف السلام اللي كيتسناك يا ولد القحبه. هبطت في حالي وتلاقيت بسيمو، عاودت لي على شنو طرالي مع نبيل وقلت ليه ما يوصلش باه بلا ما يشري ليه الصداع. قال لي شنو ناوي تدير مع الطبيب؟ قلت لي عندي غير غدا، لفلت من ايدي خصني نتسنى 15 يوم وفي هاد الظروف ما نقدرش عليها. البوليس من جيتهم خدامين وماشي بعيد نمشي فيها. غدا نقص الطبيب في الكابين، قال لي لا انت راه هربيك الفريخ، واش داوي مني تكون مطلعة عليا؟ قلت لي والله تداوي معاك بالصح، راه الوقت ماشي في جهتي، ما بقاش كيهمني لا عشت ولا مت صراحة. المهم عندي هو حق اختي ناخذو بيدي. قال لي سيمو واش باغي تخرج على كرك ولا مالك؟ لا كان هكا نمشي نقولها لامي فاطمة هي اللي تقدر ترد لك عقلك. قلت ليه سمع سيمو، هادشي اللي كندوز منه ما تفهمو لا انت لا امي لا حتى واحد فوق هاد الكره الارضيه كاع. لامي كتبرد على راسها بالدعاء والبكاء، انا راه من نهار حليت عيني في السبيطار تبدلات حياتي كامله، ما بقى كيهمني والو من غير نرزي دوك ولاد ديال الكلاب في حياتهم، ولا زقلت فيهم شي واحد غادي نتسطى. الحمل اللي عليا ثقيل، نحيدو من فوق ظهري وديك الساعه تقوم حتى القيامه لا بغات. سيمو بقى ساكت، عرفني قطعت الفرانات في سكه كدي ما كترجعش. قال لي واش محتاجني في شي حاجه؟ قلت ليه لا بغيتك انا عيط لك كون هاني. عنقني وقال لي في ودني اش غادي نقول لك، الله معاك صاحبي. مشيت في حالي، بقيت مونس مي حتى داها النعاس. كون عرفات علي اش ناوي ولدها كون ما غمضات ليها عين. تكيت فراشي وكيف العادة دماغي ما كيرصاش. هاد المرة ما موجد والو، الوقت مزيرة والطبيب اللي بقالي وما خصنيش نزقلو. الليل كامل وانا فايق كنفكر كيف غادي ندير. طاح لي في بالي نضرب جلابات الوالدة والنقاب ونقص الطبيب. بقيت فايق كان تريني على صوتي كيف نردو رقيق بلا ما يكون مفروش. كان بيتشي مرة كنقول هو داك، مرة يجيني ماشي حتى ليه. بقيت حتى بيرفكسيونيتو مزيان، لا دويت ما دي ما تجيب. وصلت ديك 8:30 هزيت ساكادو الكاتورزا وضربت عليهم جلابة والنقاب في الدروج. غادي من طريقي كيف موالف حتى كيبانوا لي البوليس قدام دار سيمو، معاهم الخمارية والناس معمرة الدنيا. قصت مول الحانوت وقلت ليه بصوت نتوي شنو كاين. قال لي اش شريفة على ما سمعت شي جوج دايرين عصابة وكيقتلو. قربت للجماعة الناس وهنا عرفت من الهضرة اللي كدور بلي الخمارية فرشات كل شي. سلت من تما دغيا، حسيت برجلي فاشلين ما قادرين يهزوني. خديت طاكسي ديريكت للعمارة اللي فيها الطبيب. طريق كاملة وانا كنفكر يعرف الوالدة شنو غادي يجرى ليها فاش تساق الخبار. عرفت من بعد بلي
فاش خليت السيمو مع ديك ختنا درخ عليه اللسان بقوة الطاسة وعاود ليها جنودرنا. وهادشي علاش ما كنت باغي يدخل معانا تا واحد، حيت واحد كيقولها لواحد وكيقول ليه ما تقولها لتا واحد، كاين وداك التاني كيقولها لواحد اخر وكيقول ليه ما تقولها لتا واحد، وهي غادة حتى كتولي فراس العالم كامل. الشوك اللي وقع لي خلط لي الفيلينغز، ما عولتش على هادشي وقع، بديت كندعي يا ربي يكونوا البوليس مازال ما عرفوش كلشي باش نلقى الطبيب في الامان. ربي استاجب ومعا وقف الطاكسي، لقيت الطبيب يلاه دخل العمارة. خلصت الشيفورة قلت لي خلي لك الباقي غير باش نربح الوقت. شقم الطبيب حدا باب السانسور، ركبنا بجوج ما معانا حد، كنت نقدر نجبد لك عالطورزة ونرشقها ليه ولكن غادي يموت بلا ما يعرف السبب. اكتيفيت الصوت نتوي وقلت ليه الدكتور العمراني ياك؟ قال لي اياه شكون معايا؟ قلت لي جيت قاصدك والمقصود الله، الا قدرتي تسبقني هذا الصباح الله يرحم لك الوالدين، حيت مع العشرة خصني نرجع للدار ندي بنتي للكلينيك دير الدياليز. كدابا دخلت فيها الدراري الصغار باش يسمع بودني ويحن بقلبه. قال لي مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. عرفتي كون قال لي ديك لا كنت جبدت عليه الكاطورزه وطلعت وجه السطح. وصلنا للكابينه قال لي تبعيني. لا لا دخلت مع البيرو سد الباب. قال لي تفضلي. ريحت اون فوا حيد لافيست وبدا كيلبس البلوزه لقاني موراه، حطيت لي الجنويه على عنقه. قلت لي غادي تلبد هالارض بلا غوات ولا غادي نطير لك راسك من فوق كتافك. الصدمه قطعات لخونا الحس، جريتو للكرسي وريح. قلت لي عيط لديك خيتي اللي في الريسبسيون في التليفون وقول لي تصيفط الناس تسد الباب وتمشي بحالها. داكشي اللي دار، فاش سالا كلامو حطيت لاباراي بلاصه. كي صحاب لي ديك خيتي دارت شنو قال ليها، ولكن بنادم كيكونسوميه الفضول من الداخل. ربطت ليه يديه ورجليه بحال اللي فاتوه، تكنيك وحده كنخدم بها وهي اللي مسلكاني. اون فوا كملت ليه الحزمه ويت سمع الدقان في الباب، الطبيب في البلاصه قال دخل، وهنا تحل الباب ودخلت ديك خيتي اللي في الريسبسيون. أقرب حاجة كانت لإيدي هي واحد الفاز، شيرت بيه ماشي باش نضربها ولكن غير باش نخلعها تمشي بحالها. داكشي علاش فيزيت غير على الحيط اللي حداها. الرياكسيون ديالها كانت غوتة وخرجات خلات الباب محلول. طليت لقيت الناس سابعينا كلشي معلق من الكابينة، خوات الدنيا وسديت الباب. رجعت للبيرو وقصت الطبيب جبت لي سوارتو من جيبو، سولتو على الساروت ديال البيرو فاش وراه لي طرقتو. ريحت وسولت الطبيب علاش قلتي لا تدخل زعما باش تصوفيك ولا باش تعيط للبوليس؟ كيفاش فكرتي؟ ما فهمتش. تيصحاب لك شي شفار هاز عليك جنويه باش يضرب لك العاقه اللي عندك، وكيف بزاف تشفاره ها كيخلعوا بالمضى ما كيضربوش به، ها نحصل غادي نهرب هكا واقيلا بنت ليك ياك؟ واسمعني مزيان غادي نبشرك على عزيز مع قابض الرواح، ماشي عزراين ولكن كندير بحال خدمته. والاول مره غادي نطق قال لي شنو بيني وبينك؟ قلت ليه ما كان بيني وبينك والو، والله ما كنت كنعرفك اصلا واش عايش ولا ما عايش. حتى لواحد النهار واحد البنت نزل عليها واحد خينا، فاش احتاجوك تقول لهم شنو كاين خديتي الفلوس وشهدتي بالعكس. ايوا شفتي
كون شدك أبو قراط كون علق والدي لمك من باقلك، ولكن حيت السيد ما كاينش هنا غادي نوب عليه. علاش محشوماش بنت مونغوليان شدها بزناس نزل عليها نطي انت بالخبرة الطبية ديالك كتقول ليهم راه ما كانش اختي صاب؟ وشنو كان دوي ما القحبة دمك ساكت ولا كتعرف واش حقروا على بنادم اللي مقودة عليه ما كاين ليه في جنبه؟ شحال ديال الفلوس عطاوك؟ انا كنعرعر عليه هو كيتبكى وكي يغريني بالفلوس. اخبار المحامي غادا تكون واصله ويمكن عرف باللي غادي يتبع طريق صاحبه مسكين بمغرفه وحده كتحطهم قدام داكشي اللي دارو كيجبدوا ليك الفلوس طلب اللي بغيتي كتولي اي حاجه حطيتيها قدام الموت ما كتسوى والو صافي. قلت لي واخا غير سكت وجمع خنونتك انا غادي نطلبك على حاجه وحده تعطيها لي بربي تنمشي بحالي. قال لي اللي بغيتي والله ما نردها في وجهك. قلت ليه بغيت حق اختي. قال لي انا اعطيه لك فلوس ومدوبل. قلت لي اعطيه لامك فلوس ما عندي ما ندير بهم مشكل ديالك وماشي غير انت انت وداك البزناس والمحامي انكم موالفين كتقمطوا عباد الله واليوم جات ضربه في واحد خينا حقه ما كيسمحش فيه. ايوا شنو دابا البوليس ما بقى لهم والو غادي يجيو؟ جاوبني علاش حقرتونا؟ قال لي سمح لي بزاف الله يسر عليك لا قتلتيني راه غادي تيتم بنتي مازال يلاه عندها 4 سنين. قلت ليه كون شي واحد دار ليك في بنتك داكشي اللي درتو نتوما في اختي شنو غادير ديك الساعه؟ نزل راسو كيشوف في الارض وبقى ساكت شنو عنده ما يقول. قلت ليه غادي نعطيك 5 دقائق صلي فيها ودعي قبل ما تموت. تفرق عليا بالبكاء والطليب ولكن والو هادشي ما كيحرك فيا حتى لعبه. قال لي واش نقدر نعيط لمراتي؟ قلت لي هاني ما عنديش مشكل. جبت ليه تليفونه من جيبو ودوزت ليه لابيل مع قالت المراه الو بدا كيبكي وكيطلب منا السماحه. المراه من جهتها كتغوت ما فاهمه شنو طاري. قال لها دوزي لي مالك. جابت البنت وكتقول لي ادوي مع بابا وكتبكي. نطقات البنت وقالت ليه بابا كنبغيك. اون فوا سمعت صوتها وداكشي اللي قالت وانا نقطع لابيل حسيت بها الا زادت شي هضره اخرى غادي الله شي لافير. كيف غادا تكبر هاد البنت لا قتلت ليها باها؟ حياتها غتبدل واحد الدرجة ما كتصورش. ما عمري فكرت في شي واحد بالفاميلي ديال هاد ولاد ديال الكلاب ولكن هاد البنت قاصت لي الوتر اللي خلاني نفكر في هاد الشي اللي كندير من بيرسبكتيف اخر. سارح كنفكر حتى بدا الخبيط في الباب غالب وليس وصلوا. قلت ليهم راه تفرقعوا الباب غادي نقتلوا وذنوبكم على راسكم. لافونتاج اللي عندي هو الباب ديال الكابينه مطرق تابعوا الباب ديال البيرو اللي شاد فيه الطبيب. واخا يفرقعوا الباب الاول غادي يخصهم يفرقعوا الثاني. التليفون فوق البيرو بدا كيصوني. هزيت لاباراي طلع واحد الكوميسار قال لي سمعني اولدي راه هادشي اللي كدير فيه ما خدامش ليك سلم راسك وغادي نوقفو معاك. بقى خونا كينفخ عليا العضلات ديال النيغوسياسيون كيدوي معايا بواحد الدارجه كنسمعها في التلفازه
أمو الواحد اللي حس لي الكابا باش نطلق الطبيب. قلت لي سمعني الشريف، أنا عارفك كدير غير خدمتك، ولكن غير وفر عليك هاد الهضرة، راك غير كتخوي القرطاس في السماء وخلاص. قال لي بلاتي ما تقطعش، وانا نسمع الو المهدي، بلاش عليك ولدي الله يسامح، ربي كبير هو اللي غادي يحاسب كل واحد. جايبين امي باش يزعزعوني. قلت ليها امي هذا راه حق اختي اللي ما كتنعش بسبب ولا انتي ولا انا. لمات بنادم موت هاد الله كتلو عليه التراب وترحم عليه، ولكن لا تظلمتي وحقك ما تخادش، راه البال ما كيرتاح وبنادم ما كيتهنى. انا ما تهز ليه امي، غير رجع للدار ونعس على جنب الراحة. قطع التليفون بالخف بلا ما نزيد عليا ولا عليها بكا ونحيب، وبلا ما نخلي البوليس خويا فين يغفلوني. حليت الشرجم بشوية وطليت، لقيت البوليس في الباركون الجيران. هنا عرفتهم ناويين يلقاو لي طريق من غير الباب. هزيت الطبيب بكرسيه وانا اللوحو من الشرجم، من ليطاج العاشر تا الارض، موتة مضمونة مكاشي فيها عزراين. ريحت فوق البيرو، حط ايدي على راسي حتى فرقعوا البوليس البيبان ودخلوا. ما قاومت ما درت صداع، كملت داكشي اللي بديت وهادشي اللي بغيت. هاكا تشديت، وهادشي اللي خلى حياتي تبدل من الطرف حتى للطرف. كنت بنادم عادي بحالك، ولكن اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. في التحقيق نكرت باللي سيمو شارك معايا، ولكن هو من جهته اعترف بكل شيء وغرق راسه. ما عرفتش واش عذبوه ولا ضاميره اللي تحرك ولا شنو وقع بالضبط. المرة الوحيدة اللي شفتو فيها هي في المحكمة، فارقين على بعضياتنا معنا كيف ندويو. تحكم عليا بالإعدام وعلى سيمو بالمؤبد، وزعوني أنا القنيطرة وهو شدو في كازا. داز شهر ما كاملاش حتى وصلتني خبارو، لقاوه شانق راسو في السيلون بسروالو. ما بقيت فاهم والو في الدنيا، علاش المصايب عضة بسنانة في الناس اللي دايرين بيا. من هاد النار ما بقيت قادر النعس، ولا غمضات عيني كنحلم بسيمو الواليدة اختي، وصوت ديك البنت الصغيرة اللي كتبغي باباها. ما لقيت كيف نداوي راسي من غير نكتب قصي. الاستوار ديالي عاودتها ماشي باش نكسب التعاطف ديال الناس، ماشي باش نكون بطل ولا اكزومبل تقدر تتبعو، ماشي باش نبيع ونشري في داكشي اللي جرالي ولا نتميز بها على قراني. هادشي كامل عاودتو باش نقدر نعيش كيف الناس، حيتاش وليت حاس براسي ميت وسط الحين. روحي لاويه حبل على عنق الكسدة وسارحاها، وبندير حياتي فرقعوها من الدنيا بشقاها. لا من يلقى الجراح دواها، ولا من يفهم المعاني في سماها. هذا مكان أخوتي تالله.